سلام، كما راكم عارفين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله كنحتاج صلصة طماطم في العديد من الوصفات، واليوم قررت نشارك معكم طريقة تحضير صلصة طماطم في البيت ناجحة 100%، كتكون بحال هذيك اللي كتباع في المحلات، وهذه اللي كنحضروا في البيت يعني كتكون احسن منها حيت صحيه 100%، ما فيهاش مواد محافظه، وتتكون ماتيشه اللي هي طريه وزوينه وجديده بطريقه سهله وسريعه. تبعوا معي الطريقه. اول حاجه غادي نغسلوا لي طوماط ديالنا من بعد ما خديتهم من السوق كما كتلاحظوا، نغسلوها مزيان مزيان، يعني خاصها تغسل مزيان، تحيد منها التراب وداكشي كامل. بالنسبه للكميه اللي استعملتها البنات، استعملت 3 كيلو، تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتوا. كما كتلاحظوا انا راه خديت لي طوماط اللي هما حمرين، من الاحسن تاخذوا لي طوماط اللي هما حمرين. وبالنسبه للطريقه باش كنقطعوها، كنقطعوها بهذه الطريقه هذه على 4 باش تجينا سهله في الطياب، يعني دغيا دغيا كطيب، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. هانتوما كما كتلاحظوا. وثاني حاجه خديت هذه المطيشه الصغيره، يعني هذه الصغيره كتجي بنينه ماشي بحال الكبيره. صافي هنايا كنستمروا بنفس الطريقه حتى تنساليو الكميه كلها. بالنسبه للكميه انا عندي هنايا 3 كيلو اللي استعملت، 3 كيلو ديال لي طوماط. هانتوما من بعد ما قطعتها كلها، دابا ما غنضيفوا عليها لا ماء لا حتى شي حاجه، يعني غنخليوها بوحديتها وغنوضعها فوق النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهدة وما تكونش مهيلة بزاف، يعني نار متوسطة. نغطيو عليها. هانتوما من بعد ما كطيب، راه كطيب معنا دغيا دغيا، مرة مرة كنحركوها باش ما تحرقش لينا، مرة مرة كنحركوها باش ما تحرقش لينا. هانتوما راه دغيا ما كتاخدش معنا بزاف ديال الوقت، دغيا دغيا كطيب. هانتوما البنات بالنسبة للكمية راه تنقصت دابا ولات النص، من بعد ما كتلقاوها البنات بحال هكذا يعني راه تحيدوا منها القشور وتحيدوا منها الزريعه، تحيد منها كل شيء، راه دابا طابت، دابا راه طابت. كنحيدوها، غادي نجمعها مع الكميه الاخرى. من بعد ما خليتها البنات تبردت شويه باش ما نخسرش الخلاط الكهربائي، بالنسبه للناس اللي عندهم الميكسوره ولا حاجه اخرى يطحنوا بها، انا هنايا غادي نطحن بخلاط كهربائي كما كتلاحظوا، غادي نطحنوها مزيان. صافي البنات من بعد ما طحنتها كنطحنها غير شويه بشويه، كنصفيها، ضروري تصفيها باش تحيد منها الزريعه والقشور ديالها، ضروري تصفيها كما كتلاحظوا. وراه دغيا دغيا ساهله، ما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت. ثاني حاجه يعني كتسهل علينا بزاف ملي كنبغيو نطيبو، يعني دغيا كتاخديها وكتستعمليها في الحريره، في بيتزا، في ليبات، مهم اي حاجه كتستعملوا فيها لي طوماط راه تقدروا تستعملوا هذه. كما كتلاحظوا راه كيتحيد من هذاك الشيء كامل، من الاحسن تكون صفايه يعني مغلوقه شويه، ما تكونش يعني دوك التقابي ما يكونش كبارين بزاف باش ما تدوش لينا الزريعه ودوك القشور ديالها، يعني تكون التقابي غير صغيرين شويه باش داكشي كامل كما كتلاحظوا باش يبقى لينا في الصفايا. هانتوما كما كتلاحظوا داكشي كامل كيتحيد. ودابا هنايا من بعد ما ساليت الكميه كلها، غادي نضيف واحد الملعقه ديال الملح، هنايا ملعقه ديال الملح، من بعد هنايا ملعقه ديال السكر، ملعقه متوسطه، وهنايا شويه ديال زيت الروميه او زيت العود، المهم لكم الاختيار، انا درت هنايا زيت الروميه. من بعد كنخلطها كلها مع هاد المكونات، كنخلطوها مزيان وكنردوها ثاني للطنجره، يعني ثاني مره باش نطيبوها ويتجانسوا مع المكونات اللي ضفت ليها وباش تقالينا، يعني باش تجمع.
هنايا كانوا دعوها تاني على نار متوسطة، يعني ما تكونش مجهدة. وبالنسبة للطريقة باش كنغطيوها بالطريقة هذه، يعني كنخليو فيها شوي كوكا حيتاش ما نقدرش نحلوها كاملين حيتاش كتبقبق. وهنايا الكشكوشة، بالنسبة لهاد الكشكوشة اللي كاينه هنايا غادي نحيدوها، اللي كاينه الفوق غادي نبداو نحيدو لها هاد الكشكوشة. وانتم كما كتلاحظوا كنحركوها، يعني كنبقاو مره مره نحركوها باش ما تحرقش لينا. وبالنسبه كما قلت لكم الطريقه باش كنغطيوها بحال هكذا باش ما راه كتوسخ الدنيا، واخا رغم ذلك كتوسخ الدنيا كما كتلاحظوا، ولكن يعني داكشي دغيا كيتحيد كما كتلاحظوا. دابا راه تنقصات يعني وتجمعات كما كتلاحظوا، يعني راه دابا ولات صوص طوماط، يعني بحال هذيك اللي كتباع في المحلات كما كتلاحظوا كتجي زوينه صراحه. وحتى بالنسبه للون ديالها راه بشويه بشويه باش ما كطيب كيتغير لها اللون كما كتلاحظوا. دابا راه ولا اللون ديالها حمراء. صافي من بعد ما كتحصلوا على القوام اللي بغيتوا، صافي دابا راه غادي نوضعوها في القنينات. بالنسبه من بعد ما عقمتهم، الا بغيتوا الفيديو ديال التعقيم ديال القارورات كيفاش تعقمهم، راه غادي نوضع لكم الفيديو في صندوق الوصف. ديجا درت الفيديو ديال تعقيم القارورات طريقه، حيتاش ضروري البنات الا بغيتوا تحتفظوا بها واحد المده، يعني خاصكم ضروري تعقموا، يعني ضروري تعقموا القنينات كما كتلاحظوا البنات. بالنسبه للكميه اللي استعملت كما قلت لكم من قبل، انا استعملت 3 كيلو ديال لي طوماط. وبالنسبه للكميه كما قلت لكم البنات، راني استعملت هنايا 3 كيلو ديال لي طوماط، وهنايا عطات لي 3 ديال القارورات كما كتلاحظوا. ولكن كاينه وحده اخرى يعني باقا في مولينكس مازال ما حيدتهاش، راه غادي تشوفوها من بعد في الكاس، راني وضعتها في الكاس. ها هي يعني دوك 3 د القارورات وهاد الكميه، داكشي اللي خرج ليا من 3 كيلو ديال لي طوماط كما كتلاحظوا. مهمه راه سهله وسريعه. مهم بالنسبه للبنات الطريقه راه ناجحه 100%. وهذا هو الفيديو البنات، كنتمنى تشجعوني وتشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم. وهذه راه احسن من المحلات، هذيك اللي كتباع في المحلات هذه صحيه 100%، يعني وما فيهاش مواد محافظه. وبالنسبه لي طوماط يعني باقا جديده نقيه ما خسرها ما والو، اما هذوك تقريبا كيستعملوا غير لي طوماط اللي خاسرين. وبالنسبه للبنات، بالنسبه للتوابل ديال لي صوص طوماط، راه من بعد غنشاركوا معكم التوابل اللي كيجيو زوينين في البيتزا ولا في فليبات. هذه ما بغيتش نستعمل فيها التوابل حيت مش بغيتش نستعملها كلشي.